مرحبا، أنا سهى ورح أكون معكم برمضان على مزاج عشان نحكي كل يوم عن مسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان بالنسبة لي بتتقسم لثلاث أنواع منهم مش رابع. النوع الأول اللي هو النوع الاضطراري، اللي هو المسلسل إنك أنت حاس حالك إنك أنت مش حابب تحضره ولكنك مضطر إنك أنت تحضره. ليش مضطر إنك أنت تحضره؟ عشان ما تكونش الوحيد اللي ما حضرش المسلسل. في هيك لحظات اجتماعية معينة بتحس إنك أنت بحاجة للمسلسل، مثلا لما تروح تعيد على عمتك ريهام بالعيد تسألك كيفك؟ تقولها الحمد لله، وبعدين يصير في صمت بالغرفة. انت بهاي اللحظة بتحس انك انت فعلا بحاجة للمسلسل، لانه يعني ايش كنت تحكوا انت عمتك ريهام؟ بعدين ليش عمتك اسمها ريهام اصلا؟ النوع اللحظة الثانية اللي انت ممكن تحس حالك بحاجة للمسلسل فيها، لما مثلا يكون مديرك جامع 100 موظف في اجتماع الشركة وقاعدين بيحكوا عن اللقطة اللي لما تيم حسن طلع بسرين عبد النور واعترف لها انه كان نفسه يروح على الملاهي وهو صغير. نروح على مدينة الألعاب، كان حلمة تأخذني عليها أنا وصغير، أنا متمني أني أنا أحقق لها حلمة وأنا كبير. هاللحظة طبعاً يعني أنتوا قاعدين ثلاث ساعات جامع 100 موظف يحكوا فيها عن تيم حسن ولقطته مع سيرين عبد النور عشان يروح الملاهي وهو صغير، يعني أنا نفسي مش قادرة. طيب فانت طبعا الوحيد اللي قاعد فاتح اللابتوب وبتعمل تشتغل على البرزنتيشن تبعت الشركه. شو برزنتيشن الشركه بهاللحظه؟ شو قيمه الشركه اصلا بالنسبه لتيم حسن؟ طبعا مثال رائع على هذه المسلسلات، مسلسلات محمد رمضان كلها، مسلسلات تيم حسن، نادين جيم، شفايف نادين جيم عشان تقول شخصيتين مختلفتين الحقيقه. كل هاي المسلسلات يعني تعتمد بشكل رئيسي على الموسيقى التصويريه، لان ما فيش احداث الحقيقه، يعني ما فيش، المسلسل ممكن يخلص من حلقه. ايش نوع نسوي بقية رمضان؟ فمضطرين نستخدم الموسيقى التصويرية بشكل استراتيجي. ممكن مثلا تيم حسن يقعد ينزل عن الدرج ثلاث حلقات نازل عن الدرج، هو الموسيقى التصويرية نازلة دو دن 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 فين 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 دن دن، وانت عاد تتخيل في راسك انه يعني راح يوقع عن الدرج، راح يدش داش، راح يلاقي المستندات، مش عارفين المستندات ليش، مش عارفين ليش مش من اول الحلقة. هو يعني لو لقى المستندات اول الحلقة يقعد يعمل ايش؟ 30 حلقة ايش يسوي في حاله؟ منطق. طبعا السنة محمد رمضان منزل مسلسل برنس، استوقفني الاسم الحقيقة، الاسم يعني مبدع بطريقة مش قادرة اتخيله، يعني انه البرنس، سيريسلي البرنس، يعني قادرة اتخيل الاجتماع اللي كانوا قاعدين فيه بيعملوا برين ستورمينج ايش نسمي مسلسل محمد رمضان البرنس. لا هو في واحد تاني حكى الفتوة. المهم طبعا خلينا نرجع لفكره ليه انت تعتقد انك انت لازم تحضر المسلسل بس انت فعليا مش مضطر تحضر المسلسل. اقول لك ليش، لانه هذا النوع من المسلسلات فعليا ما في احداث، يعني انت اصلا من الاسم البرنس محمد رمضان ايش يكون مسلسل؟ يكون محمد رمضان مظلوم، تعبان، زعلان، متضايق، مظلوم معظم الوقت، ماكلين حقه، كلهم قويوا عليه يا حرام، رح يعيط، رح ينهار، طبعا في قطرة كتير بتنزل في الموضوع، وبعدين فجأة بيصير قوي ويعني بشد حاله وجدع وهو من زمان طيب ويعني بقوى على نفسه وبيفوز آخر المسلسل. انت بهذا النوع المسلسلات انت يعني احضر أول حلقة، يعني ليش أول حلقة؟ حتى أول لقطة من أول حلقة وآخر لقطة من آخر حلقة، وانت هيك حضرت المسلسل ولا رح يروح عليك ولا إشي، وعد ورسوها قالت. طبعا مثال مهم على المسلسلات اللي تعتبر تعذيب للنفس والسادية تجاه النفس برمضان اللي هو مسلسل سكر زيادة، يعني ناكشين لك نبيل عبيد مع نادية الجندي. انت اخر مرة اي حدا فيها حضر اي اشي لنادية الجندي؟ سميحة ايوب وهلا فاخر، طبعا سميحة ايوب وهلا فاخر كان المفروض تيجي بدلهم فيفي عبدو، طبعا انا هذا من عندي يعني ما قرأتش اشي عن الموضوع، بس هيك يعني فرضيا ان نبيل عبيد معاها نادية الجندي ضروري يكون معهم فيفي عبدو، بس طبعا فيفي عبدو تكون اعتذرت عشان البرنامج تبعها. حضرتوا البرومو؟ شفتوا جينز نادية الجندي؟ هيبة كده غريبة قوي. طبعا يعني انا تفاجأت صراحة نادية الجندي تعمل كوميدي، لانه نادية الجندي معروف عنها يعني من زمان عندها اداء واحد اللي هو اداء اللي طالع من عملية الزايدة. طول الافلام تبعتها متذكرين مهمة في تل ابيب اللي هو انا مش عارفة اصل انا مش
ممكن نادية الجندي. انت شفتوا الجينز؟ النوع الثالث والاخير من المسلسلات اللي هو انت بتكون حاب تكون شخص ايجابي في حياتك، حابب تعطي امل، فبتبقى تشوف اخطاء مثلا في المسلسل عادي تطنش عنها، تعطي اعذار، تقول مثلا ظروف انتاجيه، مثلا خطفوها داعش بس التاتو مثلا صار له 6 اشهر على الحواجب، عادي انا مش شايف الحواجب، غض البصر عن الحواجب. هذا النوع من المسلسلات، مثلا مسلسلات نيلي كريم والعدلي جروب مسلسلاتهم رائعه في رمضان، في اخطاء كتير بس انت تغض البصر عنها. المؤلم في هذا النوع من المسلسلات انك انت ممكن توصل لمرحله تطنش اخطاء لحد الحلقه 29، بعدين الحلقه 29 تقرر انك انت مش محتاج تحضر الحلقه 30، يعني كرامتك ناحت عليك، انت نازل 29 حلقه تعطيهم اعذار ويعني لحد 29 ما ظبطوش ولا شيء، لا خلص انا 30 انا مش حاضر. مثلا انا السنه كتير متحمسه احضر مسلسل نيلي كريم واسر ياسين، كوميدي ميت وش، كمان لذكرى ابو كامله وهي مخرجه لطيفه جدا وشاطره بشغلها، بس يعني البوستر شوي كان تقليدي فخفت، يعني حطيت ايدي على قلبي، بس بيكون لطيف الواحد يشوف نيلي كريم اول مره تعمل كوميدي، يعني هي كل وقت مسمينها ام نكد يعني احنا، فلطيف انه الواحد يجربها. هي واسر ياسين برضو، كمان اسر ياسين يعني نكد برضو، مش يعني مش مستهان فيه في النكد، فحابة أشوفهم التنين بإشي كوميدي. أنا هاي المسلسلات اللي رح أتابعها طبعاً، مسلسل النهاية يعني عشان كورونا وهيك نهاية العالم، وحضرين قوائم طبعاً للناس اللي إحنا بنعمل لهم نانانانا بس يخلص العالم، حضروا قوائم. فإذا أنتوا عم تحضروا أي مسلسلات بليز ابعتوا لي إياها وقولوا لي رأيكم فيها عشان نقشها. يلا باي باي.